أكثر دولة في العالم تركيا. مستنقع النفايات الأوروبية نفايات البلاستيك والأبخرة السامة. يعد تلوث الهواء في تركيا من أشد المشكلات البيئية فتكا في البلاد، ويموت أكثر من 30,000 شخص كل سنة بسبب الأمراض المرتبطة بتلوث الهواء. تركيا وجبال النفايات. هذه الأكوام من المخلفات أخذت بالتمدد منذ 3 سنين إثر إغلاق الصين أبوابها أمام النفايات الأوروبية، فبعدما حظرت الصين استيرادها للنفايات مطلع عام 2018، أصبحت تركيا المستوردة الأول للنفايات البلاستيكية الأوروبية، متقدمة بذلك على ماليزيا. ومن المتوقع أن يتعزز المنح الراهن مع الازدياد الكبير في استخدام البلاستيك في العالم، ما يفاقم المخاوف الصحية والبيئية في تركيا. ففي منطقتي تشوركوفا والسيحة بمحافظة أدنا تتكدس نفايات مرسلة من بريطانيا، فرنسا وإيطاليا وكذلك هولندا داخل الحفر على الشواطئ أو على قارعة الطريق. وفي سنة 2021 وصل حوالي 520 ألف طن من النفايات البلاستيكية إلى تركيا، بالإضافة إلى 6 ملايين طن ينتجها 84 مليون تركي سنوياً، وفقاً للبيانات التي جمعها الفرع التركي لمنظمة غرينبيس. ينتهي المطاف بالعديد من هذه النفايات في جنوب البلاد في محافظة أدنا، حيث أغلقت شركات تعمل بشكل غير قانوني خلال السنوات الأخيرة، وتصل حاويات للنفايات الأخرى عبر ميناء إزمير وإزميت. وقد صرح أستاذ الهندسة البيئية في جامعة مرمرة إسطنبول باتريس كالي أن المشكلة ليست في استيراد البلاستيك من أوروبا، بل في استيراد أكوام البلاستيكية غير قابلة لإعادة التدوير. وأشعر أن معظم هذه الحرائق ليست صدفة، واستيراد الأسبان من أوروبا يسبب الكثير من المشاكل، منها التلوث البيئي بالإضافة لإفراز مواد سامة والتسبب في حرائق. ومن المعروف أن العديد من الأوبئة كان مصدرها قذارة. وأشار الباحث غالي إلى أن 20% إلى 30% فقط من النفايات البلاستيكية المستوردة قابلة لإعادة التدوير، ويجب إرسال المخلفات إلى المحارق، لكن ذلك مكلف. ولهذا السبب تحاول بعض الشركات إيجاد طرق سهلة للتخلص منها. وأضاف كالي بأن ليس للوزارة فرق كافية للتحقيق عن كسب، أو ربما لا ترغب في ذلك، معتبرا أنه تم تعزيز لوبي البلاستيك خلال السنوات الأخيرة في تركيا. وبحسب جمعية إعادة التدوير التركية بكادار، قدر قطاع النفايات البلاستيك مليار دولار سنوياً، وعمل فيه حوالي 350 ألف شخص في 1300 شركة. وتؤكد منظمة غرينبيس البيئية بفرعها التركي أن جوهر المشكلة يكمن في غياب الشفافية والإشراف على إدارة هذه النفايات في تركيا، فملفات الفساد تلاحق سياسيين متواطئين في قضية القمامة. هذا وقد قال الباحث في جامعة تشوركوفا في أدنا سيدات كوندوكو، يجب منع استيراد النفايات البلاستيكية التي يصعب التحكم بها، فتركيا أصبحت أقذر دولة بالعالم.